ينسب إلى نيكوس كازينسكي قوله لكل إنسان حماقته، لكن الحماقة الكبرى هي ألا يكون للإنسان حماقات. ومن منا لا يذكر هذا البيت للمتنبي: لكل دواء يستطب به إلا الحماقة أعيت من يداويها. ربما يكون الفارق في هذين القولين هو أن أهون الفروق بين ما قيل في الحماقة. وفي تراثنا تعجل الإشارة إلى الجاحظ الذي صنف أخبار البرسان والعميان والحولان والحمقى. أما الكتاب الأهم في هذا الصدد فلعله كتاب أخبار الحمقى والمغفلين لابن الجوزي، وقد ذكر فيه أن أول العقلاء الحمقى هو إبليس، ومن أشهرهم عدد جحا والجصاص وأبو غبشان، كما وصف ابن الرواندي بالفيلسوف الأحمق. والحمق عند ابن الجوزي وهو فساد في العقل وشر من الرعونة. ومن الأسماء الغريبة التي عددها للأحمق في لغتنا التارجة: المائق والأزبق والفقاقة والهطور والجعبس والهلباجة والملغ. ومن أسماء النساء الحمقوات عدد الورهاء، ريطة، الدفنس. أما فضيلة الأحمق التي لو لم يكن له فضيلة سواها لكفاها، فهي كثرة أسمائه بحسب ابن الجوزي. ثمة كتاب صغير عنوانه الحمقة للفرنسي لوسيان جيفيرنانيون، يؤرخ لظهور الحماقة عند الفلاسفة والمفكرين والمبدعين الكبار من أفلاطون وأرسطو إلى سيوران، ومن مولير إلى إيكو. ويشبه جيفارنيون الحماقة بالحب، فالجميع يعرفونها ولكن ليس فيهم من يسعه أن يحددها بتعريف. أما أسوأ الحماقات فهي حماقاتنا التي نرفض أن نراها فنقرأها عند الآخرين. وبحسب الكاتب مضيفا أننا حمقى نظريا، ويمكن أن نكون حمقى حقا في الواقع في أي لحظة. وينوه المؤلف بحديث أستاذه عن جمهورية الحمقى في القرن التاسع عشر، ولكن إذا كان الأستاذ قد وصف تلك الجمهورية بالشاسعة، فبأي صفة نصفها إذن في القرن العشرين وفيما عشنا من القرن الواحد والعشرين؟ مما ينقل عن أرسطوطاليس أنه قال: الحياة والموت سيئ. ولما سئل: إذا كان سيئا فلماذا لا تقتل نفسك؟ أجاب: لأنهما سيئا. أليس الجواب بجواب فيلسوف وإن تلامحت الحماقة فيه؟ ليس بيت القصيد هنا في حماقات الفلاسفة، بل هو فيما بين حماقات من يسميهم ابن الجوزي بالعقلاء، أي الحكماء، أي الفلاسفة على المستوى الشخصي في السلوك والحياة الاجتماعية والعملية، وليس على مستوى كتاباتهم الفلسفية، حيث ما من معصوم عن الزلل أو الخطأ. وفي الوقت نفسه لا تعفي المكانة الفلسفية الرفيعة صاحبها من مسؤولية الخطأ. والرحمة على ديكارت الذي قال: إن النفوس العظيمة يمكنها أن تقوم بأعظم الرذائل كما يمكنها أن تقوم بأعظم الفضائل. وبالتالي ليست غاية الحديث عن حماقات الفلاسفة تبخيص منجزاتهم، بل عدم تصنيفهم وتصنيمهم. والتصنيم هنا لأي كان وكيفما كان من شر الشرور. هو ذاك جان جاك روسو الفيلسوف الكبير فيما تواتر من سيرته وفي كتابه اعترافات،
يحب الأمية الغبية البشعة السيئة الخلق. تيريز لوفاسير الطباخة الماهرة. وقد تزوج روسو هذه التي كان يعاملها كخادمة، وأنجب منها 5 أطفال تخلى عنهم، فألجأتهم دار الأيتام واللقطاء. وقد اشتهر روسو بأنه كان انتهازيا بامتياز في علاقته مع الأثرياء والمنتفذين، كما كان يعض الأيدي التي تنفق عليه وتدلله، وأغلبها من النساء. وبين النساء كان روسو يؤثر من تتسلط عليه، وإن كان يردد خارج المضاجع أن على المرأة أن تظل تابعة. ومن آرائه أم من حماقاته الشهيرة أن النساء بعامة لا يتذوقن الفنون ولا يمتلكن أي عبقرية. من يصدق أن حدث عداء روسو لفولتير جعلته يزعم أن فولتير يتظاهر بالإيمان بالله وهو لم يؤمن يوما إلا بالشيطان؟ من يصدق أن آرثر شوبنهاور كان طوال عمره ذلك الأناني والنرجسي الذي خلف في ديرسدان ابنة غير شرعية عند شقيقته، وأن موت الابن مبكرا أسعده؟ من يصدق أنه عندما هرب من وباء الكوليرا في برلين عام 1831، وهو الوباء الذي ذهب هيجل ضحيته، طلب من المغنية والممثلة التي عشقها أن تترك ابنها من سواه وتمضي معه فرفضت؟ وأخيرا من يصدق أن الصداقة الوحيدة لشوبنهاور في حياته كانت مع غوثي؟ ومع ذلك فشوبنهاور هو من جعل من نيتشه فيلسوفا، ونيتشه هو الفيلسوف الذي ذهب بعضهم إلى أن فلسفته جعلته واحدا من رواد النازية، وهذا الذي اضطره لأن يدفع للناشر تكاليف نشر القسم الأخير من كتابه الشهير هكذا تكلم زارادوتش عام 1885. نيتشه هذا أحب للمرة الأولى والأخيرة الشاعر والروائية أندريا سالومي عندما كانت في 17، فكان أن دمره حبها كما دمرت ملكته العقلية إصابته بسيلفيس. ولئن كانت النرجسية من علامته الفارقة، وهي ما يعللها بعضهم بأنه راهن عمره للكتابة دون أن يكون له قراء، فالمازوخية أو المازوشية كانت أيضا علامة فارقة أخرى وكبرى، وهي ما يصنفها بعضهم بالمازوشية الفلسفية للجنسية. وعلى الرغم من ذلك فإن نيتش نفسه هو من نادى على أن على المرء عندما يذهب إلى المرأة ألا ينسى الصوت، وهو نفسه من رفض الزواج بحجة أنه يعوق سبيل المرء إلى الدرة الفكرية والإبداعية. ويعزز نيتش موقفه هذا بالسؤال عمن هو الفيلسوف الكبير المتزوج؟ وبالمقابل أولا هم الفلاسفة غير المتجوزين؟ هيراقليطس، أفلاطون، ديكارت، سبينوزا، كانت، وأستاذه شوبنهاور. في سيرة مارتن هايدغر الفيلسوف الكبير أنه ساق بحق نيتش حماقة جمة، لكن هايدغر نفسه هو صاحب الحماقة الصارخة في قوله عن هتلر الفوهلر نفسه ووحده هو حاضر ومستقبل الألماني وقانونه. ومع ذلك لم يقبله الحزب النازي مستشارا فلسفيا، فاستقال من رئاسة الجامعة وأخذ ينتقد الحزب، فروقب ومونع من إلقاء محاضرته، وقد اعترف بحماقته النازية عام 1966. وهنا أشير إلى قول نايجل روجرز وميلتون بتون في كتابهما جنون الفلاسفة، إن الفلاسفة مؤهلون فقط ليتفلسفوا، بينما يظلون ساذجين ويسهل تضليلهم في العلاقات والسياسات. وربما يلتبس مثل هذا القول بأنه يعزل الفلاسفة
ومثلهم المبدعون والمفكرون في برج عاجٍ عن الشيء الذي يدفع للحماقة ومتوالياتها. حين شوهد هايدغر مع حبيبته وتلمذته حنا أرنت ووصف بالمفترس الذي لا يرحم، فهو يضاجع الشابة الساذجة ولسوف يرميها من بعد. وقد انتقدت الفيلسوف حنا أرنت اليهودية بسبب حماقة علاقته بالحزب النازي، لكنها ظلت مثل كثيرين تقدر مساهمته الفلسفية خير تقدير. من الفلاسفة الذي خوضوا في السياسة أيضا برتراند راسل وجون بول سارتر، أما الأول الذي وصف بأنه فولتير القرن العشرين، والذي وصف نفسه بأنه مسكون بأشباح المهووسين، فقد كان كما وصفه مؤلف كتاب جنون الفلاسفة أبا وجدا كارثيا. فابنه جون ميتلي وفصامي، وحفيدته سارة فصامية، وحفيدته لوسي مضت من العصفورية إلى الانتحار. وفي رسالة من لورانس إلى برتراند راسل كتب: أنت ببساطة مليء بالرغبة المكبوتة الهمجية والمعادية للمجتمع، ولا يمكن إلا أن تكون شخصا شبقا وقاسيا. أما سارتر ذو الوقفة المجيدة من أجل تحرير الجزائر والفيتنام، والذي رفض جائزة نوبل للأدب عام 1964، وكانت علاقته بسيمون دو بوفوار مضرب الأمثال، فقد اشتهر بمغامرته الجنسية التي كان يصفها لسيمون، كما اشتهر معا بالمساكنة الثلاثية، والأهم وكان من بثره لصداقته مع البركامو بثعل. وقد كتب في الأزمنة الحديثة ما يجلل كامو بالخزي، فهل كان ذلك حقا لأن كامو وسيم وجذاب للنساء؟ فاضطر سارتر لأن يدافع عن حضيرته من الحريم. في الجعبة الفلسفية الكثير من حماقات الفلاسفة، وهو جيل دولوز يردد رأي نيتش وفوكو من قبله بأن مهمة الفلسفة هي محاربة الحماقة. وها هو بنوا بيتريز يضع كتابا عن حياة جاك دريدا، فيعدد من حماقاته شرحه وتفسيره لمؤلفات المفكرين النازيين كارل شميت ومارتن هايدغر. أشير هنا إلى كتاب دريدا تاريخ الكذب، حيث يشدد على أن هذا التاريخ زاخر بحماقة الإنسان. وبعد هذا كله وقبله، أليس للمرء أن يتمنى أن يكون منا فلاسفة مهما تكون حماقاته؟ قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.